my breath away. You heal me with your name, and with it you slay. You give me breath and you take my breath away. You heal me with your name, and with it you slay. Salam ya Zahra. Salam ya Zahra. ने दिया है तुम रोए तो हंसते रहे क्या जुल्म किया है सिर्ख इसी गम में हुआ गुम्बद खिजरा تم تم پہ تھا مخدوم عالم دن شب میں بدل جائے اگر سہ لے تیرا غم کیوں کرنا زادار کرے نو ماتم کم ہے جو کرے حشر تلک گرے آؤ پرسا تیرے در کا صدا کھاتے رہے ہیں جو تیرے غلاموں کی غلامی میں پلے ہیں اب مردہ ضمیر کی مجھ میں یہ بنے ہیں بے ظرف بھلا بیٹھے ہے احسان خدیجہ نبی بن کے جو رحمت کنبے پہ اسی کے ہی ہوئی کیسی قیامت محسن کی شہادت کا سبب بن گئی امت جو حرمت کعبہ تھا اسی در کو جلایا یا
بھی پھاڑ کے اس طرح ستایا، حسنین کو جھٹلا دیا اور تم کو رلایا، اس پہ بھی جفا کرتے ہوئے خوف نہ کھایا، کہتے ہو جسے خود بھی نبی ام ابیہا، میں فاطمہ زہرا نہ بچھائے، جب خاک اڑاتی تھی ہر ایک سمت ہوائے، تینوں حکنا شہر مدینہ کی فضائے، جلتا ہوا در آپ کے پہلو پہ گرایا، قیامت کا وہ منظر، حق مانگنے دربار گئی بنت پیغمبر، بدبخت شقی بیٹھا رہا تخت کے اوپر، پڑھتے تھے ملائک بھی سر عرش یہ نوحہ، to mourn Mohsen and Fatima behind the door. Wa-wa-ila. Ali called Al-Ali for what he saw, and the seven heavens began to mourn Mohsen and Fatima behind the door. Wa-wa-ila. Your light in the darkness of the night, how they took all your right in the darkness of the night, how Ali hid your sight in the darkness. Behind the door, light of the universe burns but is no more. The door to heaven's door is behind the door, light of the universe burns but is no more. Salam ya Zahra, salam ya Zahra, salam ya Zahra, salam ya Zahra. Salam ya Zahra, Salam ya Zahra, Salam ya Zahra.
cause your blood they came here to pour. At your door is a war, your home they came here to tour. And they knew Fatima is behind the door. God forgive the nail. They heard your holy wail, but to no avail. The door became your veil. God forgive the nail. Salam ya Zahra. Salam ya Zahra. Salam ya Zahra. Salam ya Zahra. Flames are burning on with Hussein and your Hassan, and you hear from your son Mohsen calling, why, 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 why? You give me breath and you take my breath away. You heal me with your name, and with it you slay. You give me breath and you take my breath away. You heal me with your name, and with it you slay. Salam ya Zahra. Salam ya Zahra. Salam ya Zahra. Salam ya Zahra. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ف
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف من رحمته
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يجب على كل موال لأهل البيت عليهم السلام أن يداوم على التوجه إلى الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وأن يدعو الله له بتعجيل ظهوره، وخصوصاً في الأيام المتعلقة به، وعلى رأسها الجمعة ليلها ونهارها. فنسأله تعالى أن يتقبل دعاءنا ويعجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، وأن يدفع عنا البلاء والوباء وشر الأعداء بفضل ما نردده من الدعاء المروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام نقرأه معاً: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي،
فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين. ارفعوا أيديكم للدعاء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. بھلا بیٹھے ہے احسان خدیجہ، اسی کے ہی ہوئی کیسی قیامت، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی امت، جو حرمت کعبہ تھا اسی در کو جلایا، اس طرح ستایا، حسنین کو جھٹلا دیا اور تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما،
اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأوزعته علم ما كان
وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوعته مبوع صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودته في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت انا نبيه فعلي اميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة والصائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما أحل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووسي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبغ بغرابة في رحم ولا بسابغة في دين ولا يلحق في منغبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويغاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم
قد وتر فيه صناديد العرب وغتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابضته حتى قتل الناكثين والغاصبين والمارقين ولما غضى نحبه وغتله أشغى الآخرين يتبع أشغى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رحمه وإغصاء ولده إلا الغليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل والسبي من السبي وأغصي من أغصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المصوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأغمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لغزع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشغاف أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العصاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومضل الأعداء
أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المغتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بابي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المغربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن القطائفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضائمة المنتجبين يا ابن القماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الصاغبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب غوثين أو أدنى تنوى واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استغرت بك النوى بل أي أرض تغلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أمضي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أصيل مجد لا يجازى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى حافيك يا مولاي
وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معينهم فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصاعد جزعه إذا خلا هل غديت عين فصاعدتها عيني على الغضا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلغى هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنغر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نخف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأضغت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثفت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأذل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الصائغون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستغره لنا مستغرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جلالك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واغم به الحق وأذهب به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤمن
تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكثوه في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم وأقبل تقربنا إليك انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا سائقا لا ظما بعده يا